ومن الله دائما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. تحيتنا متواصلة مع تواصل انطلاقاتنا وتحدياتنا من هذا الميدان ومن هذا المكان. من الميدان ميدان الوثبة وشوطنا التاسع الذي حمل تحديات الحول المحليات الأصايل هنا في أرضية هذا الميدان، بداية جولتنا الثالثة الذي انطلقت في هذه اللحظات مع انطلاقة موفقة بإذن الله، انطلاقة جميلة في تحدياتنا وانطلاقاتنا. إذن مع المركز الأول والصدارة الأولى مع العين اللي على المركز الأول من هجن الرئاسة بقيادة عوض بن مبارك المهيري من يأتينا على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني ثاني المراكز في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات. هناك تأتي الشاهنية من هجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث وصلت أيضا هناك أمجاد والمجد يراود الجميع. إذن أمجاد لسمو الشيخ محمد المربى المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي يأتي هنا في عملية التضمير، بينما المركز الثالث فهناك هملولة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي في عملية التضمير، بينما المركز الخامس أرى قدوم وتحرك شهامة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيج الرميثي، هو في عملية التضمير كما عرف عنه إنه المحترف في عالم التضمير. إذن المركز السادس سادس المراكز، هناك وصول جميل من الشاهنية من هجن الرئاسة ويقدمها في عملية التضمير محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري قادما بالقوة والإثارة الجميلة، حيث يكون حاضرا في هذا الانطلاق. سابعا وصلت العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس لنيبي. تاسعا وصول أو ثامنا وصلت أيضا وتحركت هناك خطيرة للحظات الخطيرة، وصلت خطيرة بشعار هجن الرئاسة ويقدمها أيضا الظافر علي بن ميل الوهيبي في عملية التضمير. تاسعا تتحرك وتتقدم أيضا هنا ندى من هجن الرئاسة وصالح بن سعيد بالعرج المري يتقدم في عملية التضمير. المركز العاشر فهناك الشاهنية بقيادة أو بشعار هجن الرئاسة وأحمد بن مايد بن مطر الخيلي، يتقدم بمبارك في هذه اللحظات ليقدم لنا شعار سمحتي وشعار مرضية. إذن يأتينا على المركز العاشر، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا التحدي، إلى الانطلاق الجميل، إلى انطلاقة هذه الشعارات الجميلة والشعارات المميزة، شعارات أصحاب السمو الشيوخ المبدعة دائما في هذا الانطلاق، المبدعة دائما في تحديات الأصالة والتراث. نحن في جولتنا الثالثة من جولات انطلاقاتنا، حيث أشواطنا تكون للحولة المحليات والمهجنات، وأيضا الزمول المحليات والزمول المهجنات تتوزع ما بين المحليات والمهجنات. أشواطنا وهذه هي التحديات الجميلة، وها هي جولتنا الثالثة وثالث أشواط المحليات الحول التي انطلقت في هذا المسار بالأشكال الجميلة بالتحديات الرائعة والممتازة. صدارة هذا الشوط
هناك صدارة هذا الشوط. إذا مع العين، العين 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 هي من هجن الرياسة، ومقدمها في عملية التضمير هو عوض بن مبارك المهيري المتقدم والمتحرك على صدارة تحدياتنا وانطلاقاتنا الكبيرة والجميلة. تكون العين هي على الصدارة على المركز الأول، بينما المركز الثاني تنطلق فيه الشاهنية من هجن الرياسة ويقدمها في عملية التضمير والتدريب. هناك محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مقدمها، وهنا المشارك بهذا الانطلاقات الجميلة. بينما المركز الثالث، هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات وصول وانطلاق جميل على المركز الثالث، تحركت وانطلقت أيضا هنا المنطلقة أمجاد بشعار سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم، ومقدمها في عملية التضمير سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. اقتربنا من جسر العبور، اقتربنا من جسر العبور، وصلت أيضا خطيرة من هجن الرياسة وعلي بن ميل الوهيبي. هناك يقدم لنا خطيرة 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 في عملية التضمير والتدريب. الله 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 الله. إذا المركز الخامس في هذه اللحظات، وصلت وتحركت الشاهنية من هجن الرياسة ويتقدم في عملية التضمير والتدريب. هناك محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، هناك المتقدم والمتحرك بالآمال الكبيرة والطموحات المثيرة. إذا المركز السادس، سادس المراكز وصلت. هناك العين بشعار سمو الشيخ هناك ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ بن خميس الينيبي المتقدم في عملية التضمير والتدريب. يتحرك أيضا ويتقدم في هذه اللحظات الجميلة. الله الله. إذا هناك على المركز، هناك على المركز السابع تأتينا بانطلاقة أيضا الشاهنية والمتقدمة ندى من هجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج. هنا يأتينا في هذا التحدي الجميل ويأتينا بهذا الانطلاق. هناك على المركز السابع، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة الأولى، العودة إلى مقدمة هذا الشوط. إذن الصدارة الأولى ومقدمة هذا التحدي تكون هناك على الصدارة. العين 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 على المركز الأول على الصدارة الأولى. هناك من هجن الرياسة وعوض بن مبارك المهيري، ولكن المركز الثاني الشاهنية من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم مع المركز الثاني. ثالث المراكز خطيرة 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 وصلت في هذه اللحظات هنا بشعار الخطر بشعار هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي الظافر. هنا يتقدم في عملية التضمير والتدريب. رابعا تحركت الشاهنية وتقدمت بشعار هجن الرياسة ومقدمها في عملية التضمير أحمد بن مايد الخيالي. الله الله. تجمع العمالقة، تجمع النجوم في تحدياتنا، في انطلاقاتنا، في مسارنا الجميل، في تحدينا الرائع. إذن العين 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 هي على الصدارة، العين هي على المقدمة، العين هي على المركز الأول من هجن الرياسة. هنا متضامنة ومتقدمة مع المركز الأول لتكون حاضرة في هذا التحدي. ولكن هنا عوض بن مبارك المهيري في عملية التضمير بدأت الشاهنية وتقدمت أيضا بشعار الرياسة وهجنها، ليات محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في عملية التضمير والتدريب. الله الله. وصلت على المركز الثالث هنا هملولة من هجن الرياسة، الاسم الخطير يصل في هذه اللحظات هنا بتقديم أيضا الظافر علي بن يميل الوهيبي. رابعا أيضا خطيرة من هجن الرياسة والظافر علي بن يميل في عملية التضمير. خامسا تحركت الشاهنية، تحرك هناك شعاره هجن الرياسة ليكون حاضرا في عملية التضمير والتدريب محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الله
الله الله الله الله طارن 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 الحول المحليات، طارن الحول المحليات في هذا المساء في هذا الشوط. تجمعت الشعارات، تجمع الأبطال، تجمع النجوم، تقدمت العين لتكون حاضرة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على المركز الرابع ومع محفوظ بن خميس الينيبي. ولكن بن زيتون بن زيتون بن زيتون دائما يبهر العيون، بن زيتون يقدم لنا الجنون، بن زيتون يقدم لنا الفنون. على الصدارة الأولى، على المقدمة، على المركز الأول، إنه الإبداع إنه الإبداع إنه الإبداع. هنا على الصدارة والمركز الأول، هنا الشاهنية من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ولكن تحركت أيضا هملولة من هجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي على المركز الثاني. تقدم الظافر، تقدم الظافر، وتحركت الشاهنية من هجن الرياسة على المركز الثالث هناك مع محمد بن عتيج بن زيتون. ولكن الصدارة، الصدارة ما بين هملولة وما بين هملولة، وأيضا هناك هناك هملولة والشاهنية. واللحظات الأخيرة، الشاهنية 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 مع الرياسة وهجنها ومع المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. راح بن زيتون بالإبداع والفنون ليقدم لنا هذا الإبداع. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وتهانينا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ثاني المراكز هملولة من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، ثالث المراكز أيضا الشاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. رابعا وصلت أيضا هناك هم أو أول عين وصلت على المركز الرابع بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ويقدمها في عملية التضمير محفوظ بن خميس الينيبي. بينما المركز الخامس، إذا هناك مع الرياسة وهجنها على المركز الخامس. إذا التوقيت الزمني مع الشاهنية، هناك لحظات الوصول 12 دقيقة 54 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. هناك مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت أيضا هناك هملولة من هجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. التوقيت الزمني 12 دقيقة وأيضا 55 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. كانت هملولة من هجن الرياسة وكان مقدمها في عملية التضمير علي بن يميل الوهيبي. بينما المركز الثالث، هناك الشاهنية على المركز الثالث مع هجن الرياسة ومع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني